صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حافظه الله ورعاه مرسوم رقم 101 لسنة 2023 بتعيين وكيل ووكيل مساعد في وزارة الصحة وذلك بناء على عرض وزير الصحة وبعد موافقة مجلس الوزراء جاء فيه المادة الأولى تعين الدكتورة لول راشد شويطر وكيلا لوزاره الصحه الماده الثانيه تعين الدكتوره ساميه علي بهرام وكيلا مساعدا للصحه العامه في وزاره الصحه